اهلا بحضراتكم من جديد، منورني بقى المحلل الفني كابتن احمد عباس. وايوه كده حبيبي، اي كده لما نكسب كده في وشنا منور بص كده. هو دايما الحلقات بتاعتنا لما بتيجي بعد مكسب نادي الزمالك تحس ان احنا داخلين الحلقه بنفس. طبعا. والحقيقه نادي الزمالك عمل مباراه كبيره جدا 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 امبارح على المستوى الفني وعلى المستوى النفسي كمان. يعني انا شايف ان هو الايجابيات نفسيه اكتر منها فنيه. قبل ما نتكلم على الفنيات، في صوره حابك تعلق عليها. تمام. صوره لمشجع زملكاوي، لو ينفع يا جماعه الصوره تكون معانا. صوره جميله جدا لمشجع زملكاوي ماسك علم الزمالك وباصص للسماء، واقف بيقول يا رب. صوره معبره عن جماهير الزمالك. بص دايما بقولها وفي اي مكان بكون فيه، سواء هنا في القناه او في اي قناه تانية، حاله العشق اللي موجوده ما بين جماهير نادي الزمالك وناديهم تدرس. صحيح. مع كامل احترامي لكل جماهير الانديه سواء مصريه او عربيه، في حاجه غريبه كده، هي حاله ما بيحسهاش الا الزملكاوي. بص الصوره دي، بص الصوره دي فيها يعني حاجه اكتر من حاجه، بيناجي الله كده وبيناشد ربنا ان هو يا رب. يعني في حاجه تانية مهمه بقى، طفل بقى اللي في جنبه طفل ده واقف جنبه بيشاهد، في رجل عجوز ورا. صح. كل الاعمار موجوده هنا، وسيدات. انا شفت صور كتير جدا متحمسه كمان هنا لبعض السيدات اللي سافروا وتحملوا عبء السفر لحد اسكندريه عشان يأذوا نادي الزمالك. دي صوره معناها لجميل الزمالك دايما في ظهر الزمالك، وكل الاعمار مع نادي الزمالك، ودائما وابدا كلنا في ظهر نادينا الملكي. نخش بقى في الارقام. طيب. الارقام امبارح مع النتيجه في مفاجآت اكيد. طيب مبدئيا كده انا جايب الارقام بتاعه الماتش عكس تماما الناس متوقعاه. ماشي. يعني احنا الحمد لله كسبنا، الحمد خدنا لله. 3 نقط، جبنا 3 اهداف تعويضا ان احنا ما جبناش اهداف بدايه من دوري المجموعات. فسريعا كده لو جينا اتكلمنا عن ارقام الماتش ده، هلاقي نسبه الاستحواذ ما بين نادي الزمالك ونادي الترجي، نسبه استحواذ للترجي 61% مقابل 39% لنادي الزمالك، وهنيجي نتكلم عن ده بعد ما نخلص بقيه الاحصائيات. ماشي. نادي الترجي سدد 18 تسديده على مرمى نادي الزمالك، نادي الزمالك سدد 10 تسديدات بس على مرمى نادي الترجي. هنيجي نقطة مهمة قوي 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 قوي، ودي هنقف نحللها بشكل كبير، وهي التمريرات الدقيقة. نادي الزمالك مرر 186 تمريرة، في المقابل الترجي مرر 337 تمريرة. إجمالي التمريرات كلها بقى لنادي الزمالك كانوا 287 والترجي 443. والناس هتقول لي ازاي الترجي ما كسبش رغم كل التمريرات دي. هنيجي بقى نبص لحاجة مهمة قوي وتفصيلة مهمة، وهي التمريرات دي هل كانت في نص ملعبي ولا في نص ملعب الخصم؟ هنلاقي ان الزمالك عمل تمريرات 80 تمريره في نص ملعبه، تمام؟ و106 في نص ملعب الخصم، يبقى انهي اكتر، ال80 ولا ال106؟ لا الجزء الهجومي. تمام. هنيجي نلاقي بقى الترجي عمل 180 تمريره في النصف الخلفي اللي هو في نص ملعبه، و157 تمريره في نص ملعب الزمالك. يبقى التمريرات الاكتر كانت فين؟ في نص ملعبه، هو كان متراجع. وده يبقى ادينا مدلول مهم قوي ان الترجي كان بيحاول يدور على ثغره في نقطه مهمه قوي انت قلتها لي قبل ما نطلع الهوا، اللي هي نادي الزمالك كان كومباكت، دفاع نادي الزمالك كان قافل. صح. كنت سعيد كان بيتحرك. صح. قلت لي زاويه التصوير فتره كبيره جدا كانت جايبه. هو ده هو ده الزمالك، هو ده المدلول اللي احنا بنقول عليه. الملعب مفتح كده. تمام. امبارح انا الكادر جاي من نص ملعب الزمالك او من نص ملعب الترجي لقبل منطقه جزاء الزمالك، انا شايف كل فريق الزمالك ما عدا حارس المرمى. انا شايف زيزو وشلبي. صح. وسيف بيضغطوا مع سيف فاروق جعفر، وشايف في خط دفاع الزمالك الرباعي بيكلموا مع بعض وبيطلعوا في خط الزمالك كله قريب، فبنقطع الكره بسرعه جدا. صح جدا. ليه 157 تمريره في نص ملعبه؟ لان ما مش لاقي ثغره، مش لاقي لعيب يطلع عليه. صح. فيريرا قرا مفاتيح لعب نبيل معلول بشكل كويس قوي، قفل عليهم بشكل كويس قوي، فخلاص انا النهارده حاطط بلان وحاطط تصور للماتش، هدخل نادي الزمالك هيبقى ضاغطني ومهاجم وانا في ظهر مساحات. لا. صحيح. الزمالك قدر يعمل توازن ما بين النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه، وقدر ياخد من المباراه اللي هو عايزه. صح. يمكن لو بصيت على الاهداف هنلاقي منها كتير قوي كرات مرتده، سواء ضربه الجزاء كره طويله من صبحي وصلت لسيف الدين الجزيري، او حتى الجون الثالث. يعني حتى الجون الثالث سميناه خلاص اليسون صبحي بيكر. او صبحي او صبحي بيكر، اليسون يعني بيكر كان اقرب. ايوه لانه بقى مستر اسيست، عمل كورتين يعني. تعالى بقى سريعا كده نبدا نحلل الاهداف بتاعت نادي الزمالك، وعايز اقف على تشكيك نادي الزمالك الاول. احنا بدانا بمحمد صبحي اللي بصني على ادائه بشكل كويس قوي بقاله فتره كبيره جدا، وانا عايز كده والله. عواد ماشي كويس، عواد يركب، صبحي ماشي كويس، صبحي يركب، كلهم لعيبه في سكواد نادي الزمالك. كده الاثنين كويسين، مش معنى حد بيلعب فنشكك في التاني. انا بلاقي ردود فعل غريبه جدا على السوشيال ميديا، لا احنا عايزين عواد، عواد لا مفيش حاجه اسمها كده. ده سكواد لعيبه نادي الزمالك، 25 لعيب بتوع نادي الزمالك، الكويس يركب الاجهز دلوقتي. صح كده. في الكوره يعني دايما كنا بنقول للاعبتنا ايه كده، عندنا حراس مرمى اللي هيخنق في كوره هيقعد،
وعواد حصل بعض الاخفاقات في بعض الكرات فبيركب محمد صبحي. بس والله معنى كده ان عواد وحش لا. بس ما حدش ايه خالص خالص احنا الاثنين بالنسبه لي خالص. احنا بنقول ايه اللي بيخفق في واحد تاني موجود جاهز صح. وده مهم على فكره في كل المراكز مش مركز حراسه المرمى بس يعني في اي مركز لو في لعيب ورا اللعيب اللي موجود اللعيب التاني يبقى كويس قوي صحيح. فانا بصني على اداء محمد صبحي كويس قوي وعلى الرغم ان هو كان عنده خطا ولكن الحمد لله تداركه في الكره اللي طلع فيها هو دايما كده كده الحارس الكبير لازم يكون في ظهره حارس كبير تمام. هنتكلم عن خط دفاع نادي الزمالك حسام عبد المجيد عبد الغني النجم بتاع المباراه حمزه المسلوسي طبعا واللي ياما كتير اتكلمنا عن اخطائه وياما اتكلمنا انا واحد من الناس حللت البادي بوزيشن بتاعه وكان بيقف غلط وكان بيتحرك غلط وكنت قاسي جدا عليه ولكن دايما بقول ان انا اي نقد بقوله هو نقد عشان الاصلاح مش صح. نقد لمجرد النقد. نقدنا المسلوسي وقلنا يعمل ايه يعني احنا طلعنا مع بعض كتير هنا واتكلمنا عن اخطاء منها ماتشات كتير جدا كان مخطئ فيها وكان بيقف غلط وبيستلم غلط لا النهارده هو بيأدي اداء نموذجي هو ده المسلوسي اللي احنا تعاقدنا معاه من الصفاقس هو ده المسلوسي اللي كان كل موسم اخر 10 ماتشات بيجيب لي دوري لا ده عنده جرينتا امبارح احنا بقالنا 3 سنين تاكلينج بياخد الكوره باستخلاص ما شاء الله توقيتات الخروج توقيتات الطلوع توقيتات التغطيه حاجه ولا اروع وعلى فكره حتى في لقاء تونس كان هو اللي ماسك حمدي الهوني حمدي الهوني ما كانش ظاهر لحد ما كنت معاك هنا ولا تاني. كنت مع مها واتكلمت وقلت مهم جدا 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 ما كنا بنتكلم في التشكيل المتوقع ان انا العب باللعيبه التوانسه في الماتشات دي ناس هتقول لي ليه الماتشات دي بتبقى متشافه من كل التوانسه سواء بقى مهتمين بمنتخب تونس او حتى التوانسه او جماهير تونس فروحها تكون عاليه جدا 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 نيجي بقى لمركز الباك ليفت اللي بشوفه دايما بقولها وفي كل مكان بطلع احل فيه بقول ان مفتاح لعب غير مباشر لنادي الزمالك هو احمد فتوح وده اللي شفناه كلنا امبارح حقيقه حاجه 10 على 10 اداء متوازن ما بين النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه باك ليفت عصري دايما بقولها وبكررها هو مش بس على النواحي الدفاعيه جاد ولكن على مستوى صناعه اللعب وعلى مستوى الثلث الهجومي كلاعب لعيب صايع اي حد بيلعب يعني. قدامه بيكرهه لعيب صايع يعني صح مع منتخب مصر شفنا له لقطات كتير جدا كتير مع حكيمي مع حكيمي كل الناس اللي بيلعبوا حكيمي ضحك وراح سلم عليه امبارح في اللقاء كوبري في ثانيه اتمنى بس اتمنى ان هو يركز في الملعب بس انا مع عم بدا يعمل الحركات دي هو وشلبي انا خفت انا ما بحبش ده هنيجي بس هي هو طريقته بس هي توقيتها كان لازم تحصل كده لا وبيكي ما شاء الله في رجله بيعرف يقطع في كوره بينت قد ايه فتوح لعيب ذكي كوره اتزنقت في رجله واتضغط عليه اتنين وهو في الهواء واقع زق الكوره في كعب اللاعب اخذ منها قوي اتلزمت شفتها حتى انا اللي راح سلم عليه جدا ويعني مفتاح لعب غير مباشر ده اللي دايما بقوله ليه فتوح مهم هو مش باك ليفت بس هو مفتاح لعب بيجي من ورا زي ما قلنا قبل كده الكابتن حماد امام الله يرحمه كان بيقول قانون من الخلف بيجي من ورا بالدريبلينج بتاعه بيقدر يصنع وبيلعب كره لقدام كويسه قوي بيلعب كروس اوفر كويس قوي 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 بيسدد سواء برجل يمين او برجل الشمال شفنا له حاجات كده فانا شايف ان هو عمل مباراه كبيره جدا طبعا. جدا جدا امبارح نيجي للثلاثي بتاع نص الملعب دونجا انا بشوف ان هو في تحسن كبير جدا جدا في الاداء بتاعه ومش عايزين نكون قاسيين عليه يعني دونجا على مدار سنين كتير قوي كنا بنتمنى وجوده في نادي الزمالك مش لما يجي نادي الزمالك نقصوا عليه لا كل لعيب بياخد وقت عشان يحصل له ادابتيشن على الفرقه وعلى الجو وعلى الاجواء وفرقه منافسه وفرقه سوري بتنافس على البطولات فمهم جدا 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 انه يتهيأ لده تسمح لي اخد من كلامك هنا ونفكر الناس ببدايات طارق حامد طبعا ببدايات امام عاشور طبعا امام عاشور لما جه يبدا والناس بدات تقارنه بساسي ايوه كان امام مش شايف على بدايات بن شرقي نفسه في وقت من الاوقات والونش والونش بس طبعا. انا ليه ضربت على طارق حامد وعلى امام اللي هم في نفس المركز نفس البوزيشن صح انا مش عايز حد يقارن دونجا ولا بطارق ولا بامام عشان هو مش صح. طارق ومش امام صح هو دونجا بامكانياته بقدراته فخلينا نقول له ركز بطريقتك واحنا في ظهرك بس تمام هنيجي للعيب اللي لعب جنب دونجا هو رؤى رؤى الحقيقه انا بشوف ان هو مش عايز اقول جندي مجهول لان الكلمه دي بقت خلاص مستهلكه سهل ممتنع وشالنا كتير قوي قوي وعنده رصيد كبير جدا جدا عند جماهير نادي الزمالك لما بنتزنق لواحد عنده توازن كويس قوي وعنده القدره على الرؤيه بشكل كويس قوي ولكن كنت بعيب عليه في وقت من الاوقات في المباراه امبارح الكرات اللي للخلف تاني وتالت ورابع انا بقول لعيب نص الملعب هو مش دوره بس انه يقطع ويسلم رايت وليفت يعني ناحيه اليمين ناحيه الشمال لازم يلعب كره لقدام واللي عمل كده هاخد من الكلام ده مين اللي عمل كده سيف فاروق جعفر لازم احييه لازم اشيد بيه ناس تقول لك يا جماعه احنا لعيبه صغيره ما نفخش فيها لا أنا اللعيب لازم أديله حقه ولازم أشجعه عشان يبقى عنده الدفعة إن هو يبقى موجود ومتواجد في التشكيل الأساسي. صغير خلاص. إحنا بنتكلم في لعيبة عندها 19 سنة بيلعبوا صغير خلاص. بياخدوا كأس عالم فسيف راجل عنده 24 سنة وأنا بشوف عنده شخصية وقلنا قبل كده كتير قوي سواء هنا أو في أي حتة تانية بنقول إن مهم جدا جدا يكون عندي المهارة ويكون عندي شخصية.
ياما من لعيبه كوره بطلوا كوره كان عندهم المهاره بس ما عندوش الشخصيه، ما عندوش القدره ان هو يقف، مش كوره يقف على الكوره، ان هو يبقى عنده رؤيه جيده. فسيف عنده كل ده بالاضافه ان هو بيعمل بريس كويس او بيضغط كويس قوي. ده هياخدنا لايه؟ هياخدنا للجون الاولاني، وياخدنا لبعد الجون الاولاني في كوره ثانيه ضغط عليها بشكل كويس قوي. طب هل ضغط سيف دوت تعليمات من فيرا؟ هو جزء منه تعليمات من فيرا، جزء من شخصيته، جزء برافو عليك، جزء وازع شخصي عند اللعيب، وهي طريقته كده وهي شخصيته في الملعب كده من وهو صغير. راجل عنده ضغط عالي جدا 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 في كل مناطق اللعب، وان كنت برضو بهمس في ودن ان هو في وقت من الاوقات بيبقى ضغط بتهور، يعني في وقت من الاوقات بنشوف كتير قوي سيف بيضغط بشكل كويس قوي ولكن في تهور، تهور منه على قدم اللعب. او ساعات زي ما نقول كده لو الفرقه مش بتضغط بشكل كامل صح، فالضغط بتاعك بيفتح مساحه افضل. صح. طيب ناس كتير قوي اختلفت معايا في موضوع تغيير سيف فاروق جعفر، ناس تقول لا هو صح ان سيف يخرج، ناس تانية تقول لا كان لازم يبقى موجود في الملعب. ده اختلاف صحي، ده اختلاف مهم جدا، انا بحترم كل وجهات نظر الناس، ولكن انا كمدرب يعني انا لو انا هتكلم بعيد عن انا وحل، انا كمدرب انا محتاج النوعيه بتاعت سيف لحد اخر دقيقه. ليه؟ بيقف على الكره بشكل كويس قوي، بيدوس ويروح لقدام بشكل كويس قوي، الباص بتاعه قطري ما بين الخطوط مهم جدا، بلس ان هو بيعمل البريس او الضغط، فده بيعمل ايه؟ ده بيوقف الفرقه، ده بيمنع لي الفرقه دي ان هي تطلع باريحيه. صحيح. فده اللي انا كنت بدور عليه، يعني فكره. انا متفق معاك جدا في دي، يمكن اتكلمنا في دي قبل الهوا، ولكن دايما بحب احط نفسي مكان اللي قاعد في البيت بيتفرج. صح. ممكن يقول لك طب لو كان عايز يعدل الخطه ل 3 4 3 عشان التبديل اللي عمله نبيل معلول، وزود حد في خط الهجومي وحد لعيب كوره وبيشوط من بعيد عايز يقفل بشكل جيد، كان ايه التبديله اللي يعملها عشان يقلب الطريقه ل 3 4 3؟ هو زي ما انا يعني انا متفق مع كل الناس، ونبيل معلول عمل تغييره مهمه جدا جدا، وهو تبديله فيريرا اتعامل معاها، والناس قالوا ان هو عمل جابها ناحيه التبديله بتاعه نبيل معلول، ولكن في الوقت ده قدر ان الترجي يركب الجيم. شفنا كلنا التوقيت ده الترجي ركب الجيم وقدر يجيب جون كمان. هو فريرا هنا على فكره لحد التبديله دي الزمالك كان استحواذ اعلى. طبعا الزمالك قرر هنا انه يدي الاستحواذ للترجي، سيب الاستحواذ، هسيب الكوره وهلعب على الكاونتر اتاك. من ساعتها الزمالك قرر يلعب على الكرات. انا وانت وكل الناس اللي كانوا بيتفرجوا بعد ما الترجي جاب الجون عملنا ايه؟ حطينا ايدينا على قلبنا. صحيح. توقعنا ان خلاص بقى الماتش هيسحب مننا، المباراه هتروح الاثنين اتنين ومعنويين هيزيدوا. هو ده اللي انا عبت عليه في فريرا، هو تركيه صغيره. انا لعيب مديني الافضليه في التلت الهجومي، لعيب بتاع نص ملعب، هو مش دوره ولكن هو بيديني الاكسترا بتاعه. احنا قلنا قبل كده لعيب نص ملعب بيقفل نص الملعب ويلعب الكرات الطويله بظهر الملعب، لا ده هو بيصنع، ده هو بيروح، ده بيكمل. يمكن انا شفت لك كمان تصريح امبارح قلت اي كوره هتتشاط جوه الجون هتخش جوه، وقد كان. هو ده هي دي الميزه. خليك كمان اخد من كلام عبد الشافي صادق، طبعا هي دي الجرأة استاذنا الجميل طبعا، طلع معايا في حلقه وقال بقول لك ايه قضى، خلي الاستحواذ عليهم والاهداف علينا. هو ده اللي حصل امبارح. انا شايف الزمالك امبارح لو حد يفتكر معانا ماتش الزمالك وبيراميدز 3 بتاع الدوري، ايوه 3-0 صح، كوبي بيست الماتش ده، كنا مع بعض انا وانت قلت ده صح، كوبي هو الماتش ده، رحنا خدنا من الماتش اللي احنا عايزينه، جبنا جونين في الشوط الاول صح، وسبنا الكوره لبيراميدز اعملوا اللي انتوا عايزين صح، عملنا هجمه مرتده جون صح. ده انا شايف ده اللي حصل بالظبط. ايوه انا عايز بقى ادي حاجه في الماتش ده حقها بشكل كبير قوي، لان الناس فرحت بالنتيجه وسبنا صناعه الهدف الاول بتاع زيزو وما اتكلمناش عنه. ايه العظمه دي؟ حمد الهوني رجع تونس. ايه الجمال ده؟ احد الاصدقاء علق تعليق على الجون ده، قال لك انا زيزو رقص، اللعيب خرج بره التلفزيون، يعني اللعيب من الترقيصه. بس عايز اتاكد، كان حمد الهوني ولا كان مين؟ انا ما خدتش بالي مين، بس انا بتكلم في فكره. لو تفتكر معايا زمان كابتن حازم امام لما راح اندونيزي وعمل كره زي دي في اول ماتش ليه، ايطاليا كلها بقت تتكلم عن حازم امام. انت متخيل الفنت ده؟ كوره في ماتش مهم وماتش صعب وكله ضغوط، واروح انا على اللعيب والم الكره لجوه واحطها بكل عقلانيه للعيب تحت يجي يحطها ببطن رجله، لا ده حاجه عظمه. انا يعني اتفرجت على الجون ده كذا مره وشفت تحرك لعيبه الزمالك، دي جمله طبعا. ليه جمله مكرره؟ لانها يعني مكرره طبعا. دي الترقيصه، انا مش شايف الاسم يا جماعه. ده رقم 30، مش فاكر مين الاسم ده، بس ده مش حمد الهوني. يعني عايز اقول لك على حاجه، انا من كتر ما هو اترقص وبعد زيزو عدل الكره ناحيته، فعدل يعني وبص واستنى سيف يقرب له. يعني بص انت النهارده لما بترقص حد فبتاخد الكره عكس اتجاهه بالزبط وبتلعب. لا ده بعد ما رقصه زيزو عدل الكره ناحيته وعمل فنت تاني كمان، قفى وعملها. لا الجميل في ايه؟ ان لعيبه الزمالك كلها كانت بتزيد، فتحوا مساحه لسيف جعفر صح يسدد منها. خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع ماشي نكمل ارقام زيزو بعد ارقام زيزو بعد الفاصل، خليكم معانا.
قلنا بقى هنبدا بعد الفاصل بارقام احمد مصطفى زيزو. طيب سريعا، يمكن احنا اتكلمنا عن ارقام نادي الزمالك وما كانتش احسن حاجه في المباراه رغم الفوز، ولكن هنيجي نبص على ارقام زيزو هنلاقي ان زيزو عمل 16 تمريره خلال المباراه، منهم 14 تمريره صحيحه بنسبه 100%، اجمالي النسبه بتاعت التمريرات 88% في المباراه، ودي نسبه كويسه جدا جدا طبعا. جدا زيزو صنع 3 فرص حقيقيه، قدر منهم سيف الجزيري وسيف جعفر ان يحرزوا هدفين. زيزو قدر ان هو يجيب جول، بالاضافه رقم مهم جدا 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 لنادي الزمالك، حتى مش زيزو بس، زيزو قدر يعمل امبارح 8 كرات عرضيه. وتعالى ناخد من دي حاجه مهمه قوي، زيزو امبارح لعب ال 90 دقيقه ناحيه ايه؟ اليمين. الزمالك قدر ان هو يصنع شويه دخل قلب الملعب ناحيه اليمين، في وقت من الاوقات كان بيخش قلب الملعب ولكن ما راحش ناحيه الشمال خالص. وده اللي كنت دايما بنادي بيه، ان زيزو يا جماعه ايجابياته وانتاجه حتى لو هيبقى هناك بنسبه 50% فهو ناحيه اليمين بنسبه 100%. انا اخسره ليه؟ انا اصنع لعيب يعني ينتج لي ناحيه الشمال، سواء بقى شلبي، سواء يوسف اسامه نبيه، سواء نضاي، ايا كان هو مين، ولكن هيبقى عندي احسن طرف يمين موجود في مصر وافريقيا، ما اخسروش واستفاد منه اكبر استفاده في البلان بتاعتي. صحيح. فانا بشوف ان هو امبارح عامل مباراه كبيره جدا جدا، زي ما بقول لك 8 كرات عرضيه ما كناش بنعملهم، 8 كرات عرضيه لمين؟ للمهاجمين، لعيبه نص الملعب، قدر ان هو سيف جعفر يحرز، وقدر سيف الجزيري يحرز. تاني وتالت اتمنى ان زيزو يفضل موجود مكانه ونصنع احنا لعيب ناحيه الشمال يديه الادوار اللي كان بيأديها ايا كان اللعيب اللي كان موجود قبله. طب على ذكر سيف، على ذكر يوسف اسامه نبيه، تمام، يوسف اسامه انا توقعت ممكن نشوفه امبارح، تمام معاك، قلت في التبديله بتاعت شلبي قلت هو كده محتاج لعيبه جرايه، صح، لعيبه لمستها سريعه، صح، بتشوط جيد من خارج ال 18 عشان الكرات المرتده او يلعب راس جيد، فقلت هنشوف يوسف. طيب ليه التبديله ما كانتش يوسف وكان نضاي؟ ليه يوسف بعد شويه؟ اعتقد والله اعلم ان اللعيبه الافارقه او اللعيبه المحترفين ما بيبقوش جوه الشحن او الضغط الكبير جدا جدا بتاع المباراه. فيريرا شاف ان ممكن يكون ادوار نضاي الدفاعيه بينفذها احسن من يوسف اسامه نبي. احنا النهارده بندور على ايه؟ انا عندي ادوار هجوميه ولكن في المقابل ما يخش فيها جون، تمام؟ وعلى فكره النهارده اشادته بزيزو كانت كده، قال عمل ادوار هجوميه دفاعيه ودفاعي. بس فانا بقول لك انا كمدير فني ببقى محتاج من محمد طارق ان هو هينزل عنده ادوار هجوميه، وفي نفس الوقت انا عارف الميزه بتاعته في الادوار الدفاعيه. فعمل ايه؟ لعب بنضاي، قد يكون ان هو شايف ان هو مش هيبقى مضغوط زي اللعيب المصري لما ينزل في الاجواء زي دي، ولعيب صغير زي يوسف اسامه نبيه فممكن يبقى في ضغوط كبيره عليه، بالاضافه ان هو مدي لنضاي ادوار دفاعيه قدر ان هو ينفذها بشكل كويس قوي. دي وجهه نظري. سيد نيمار امبارح لما نزل انا ما حسيتش بيه في الملعب. بص هو هل دي كان ادوار واخدها دفاعيه من فريرا؟ هو وانا مغمض عينيا هو فريرا كان مديله ادوار دفاعيه عشان يقفل الجبهه اللي عملها نبيل معلول، عشان نبقى بس واضحين ما نظلمش سيد نيمار، لان نيمار واحد من اللعيبه كلنا عارفين خلاص، احنا مش محتاجين نقول ولا نثني على ادائه لان احنا خلاص شفناه السنه اللي فاتت مع الزمالك والسنه دي مع الزمالك. ولكن انا شايف ان غياب نيمار عن تشكيله نادي الزمالك لغز كبير، غياب نيمار عن تشكيله اساسيه لغز كبير جدا جدا. انا محتاج 10 لعيبه في نص الملعب زي ما انت قلت، احمد بالحاج، سيف فاروق جعفر، سيد نيمار، لو انا هلعب بقى 4-3-3 او 3-4 ايا كان، انا عايز سيد نيمار يبقى موجود في الانتاجيه بتاعه البلان بتاعتي، لان انا عارف ان هو بينتج، انا عارف لعيب عندي بينتج، ما ينفعش استبعده خالص من التشكيل الاساسي، ما ينفعش العبه حتى واديله ادوار دفاعيه، هو اوريدي اصلا عنده ادوار هجوميه وعنده القدره على صناعه ادوار هجوميه. صحيح. فما ينفعش اخليه احتياطي ويوم ما ينزل اقول له لا انت هتلعب دور دفاعي بس، انا بفقده كده هويته وبفقده الميزه اللي موجوده عنده بس. فانا اتمنى ان نيمار يبقى موجود ان شاء الله. طب لو رحنا نتكلم على بعض اللاعبين اللي بقى لهم فتره ما بيظهروش، هل ممكن نشوفهم في اللقاءات الجايه في الدوري اكتر؟ واحد زي سامسون مثلا بقى له فتره ما بيظهرش، هل ممكن نشوفه موجود في لقاءات جايه؟ واحد زي برحاج، واحد زي ناصر منسي، محتاجين لهم يبداوا، محتاجين نشوفهم في بدايه اللقاء ياخدوا فرصه، هل ممكن يغامر بيهم في لقاء زي لقاء انبي ولا لا انا عايز برضه اكسب بالشكل الاساسي ممكن يكون تبديل؟ واحد زي شبانه برضه محتاجين نشوفه. طبعا. مره تانية. طيب انا كشخصيا انا من مدرسه ثبات التشكيل، هتقول لي ان انا عندي لعيبه، عندي لعيبه وعندي كل حاجه، ولكن لازم يحصل ادابتيشن على الطريقه وتكيف على طريقه اللعب ويحصل هارموني ما بين الفرق عشان اكسب، تمام؟ فدخول اللعيبه دي يبقى متدرج، يبقى على فترات انا كسبان فيها، انا في اريحيه، ما نزلش اللعيب مضغوط، عشان حتى لو اللعيب اخفق او حتى لو اللعيب ما كانش موفق الجمهور ما يحطش عليه ضغوط. انا بحط اللعيبه في الوقت اللي انا كسبان كويس، زي نضاي امبارح مثلا ما نزل، انا كسبان الحمد لله وربنا كرم وكسبت، فحتى ضيع كوره وحتى محدش انتفض، حتى وان كان نضاي امبارح ضيع كوره مهمه جدا جدا شبه انفراد، ولكن في النهايه احنا كسبنا 3-1 فالناس نسيت. هو ده اللي انا بقوله، لما تنزل لعيب جاي من فتره غياب كبيره وهو ما عليهوش ضغوط
ممكن ان شاء الله. على فكره هو كمان في الجون اللي جه بتاع سيف الجزيري هو كان مكمل في ظهره كويس جدا. شفته ولكن برضو هعيب عليه ان هو لعيب لسه نازل، واللعيب اللي بيلعب بقاله 90 دقيقه هو اللي راح قبله. يعني لو تاخد بالك، لو انا اتفرجت على الفيديو وحللت الجون، سيف عامل سبرنت شورت سبرنت قطع قوي جدا جدا، ونضاي وراه اللي لسه نازل. لا يا نضاي، انا عايز منك انت اللي تبقى برضو بتعمل السبرنت ده، ان انت نازل وان انت المفروض عندك نزعه هجوميه وعندك معدل اللياقه بتاعك البدني عالي، فانا ابقى قبل سيف الجزيري. يعني لو اتكلمنا على بعض طرق اللعب، تمام، احنا شفنا فريرا امبارح كان بيلعب 4-3-3، فجاه قلب التشكيل 3-4-3، فجاه غير بعض الحلول شويه، تشوف الزمالك بيلعب ورا 5-5-3-2، الدنيا حسب التكتيكس الموجود. فهنا الاختلاف جه على مين يكون الثنائي الدفاعي. تمام، ناس شايفه او في انتقادات شويه لعبد الغني. تمام، هل مع ده ولا لا؟ وهل شايف مع رجوع الونش مين يكون الثنائي اللي معاه؟ بص، هو مفيش حد يقدر يغفل او يغمض عينه عن اخطاء عبد الغني، هو نفسه اكيد عارف. وتاني وتالت لما بنقول ده بنقول عشان نصلح مش عشان ننتقده بس. محتاجين ان انا ابقى تركيزي الكامل مع المان اللي انا معايا، مع الوقفه بتاعتي، مع البوزيشن بتاع جسمي، البادي بوزيشن بتاع جسمي مهم جدا. اللعيب سرقه في الخط، لان احنا لعبنا كوره، فاوقات تلاقي لعيب مكسل، ولما الكوره تدخل جون يبص اللعيب تاني على ان هو اللي كان دوره. لا خلاص، كل حاجه متصوره والناس كلها عندها وعي، لازم نقف وندي الارم احمر لعبد الغني. خد بالك، انت جاي وراك شبانه، انت جاي عوده الونش، انت عندك محمد طارق، انت عندك حسام عبد المجيد، فانت اوريدي ممكن ما تبقاش موجود. فيريرا استخدمه في نص الملعب السنه اللي فاتت، ولكن مش في كل الاوقات. هل وجوده في نص الملعب خلاه امكانياته تختلف في اوقات معينه؟ اصلا انا في نص الملعب ممكن يغلب وما ضغطش بالشكل بتاع فيريرا، استخدمه في بعض التوقيتات، هو في بعض الاوقات. تمام، لكن هو دوره الاساسي، وهو اوريدي اصلا الراجل بيلعب مساك، فلازم انا راجع نفسي، لان بقول لك جاي وراك خمس ست لعيبه تقال جدا، خمس ست لعيبه جاي اخر، راجع اخر. لا ما شاء الله. وكمان محمود علاء، كويس ان انت فكرتني، لازم اشيد بالمستوى اللي هو ماشي بيه. وتاني رساله لجمهور الزمالك، اوعى تقسو على لعيب وبعد ما يمشي نندم عليه. اوباما بيتالق، محمود علاء بيتالق، لازم نساند لعيبتنا لان دول الموجودين في سكواد. فتاني وتالت زي ما بقول لك اهو، الثنائيه اللي انا متوقع انها تلعب، انا ما شفتش شبانه وما شفتوش مع نادي الزمالك، انا ممكن اكون شفته مع الاتحاد او مع غزل المحله او مع الانديه الثانيه، لكن تفرق كويس جدا. تفرق. انا عايز افكرك بحاجه وافكر الجمهور بحاجه. انت اثنيت على سيف الدين الجزيري على السبرنت القوي جدا ده. طبعا تفتكر عمل سبرنت زي كده في ماتش ايه؟ في ماتش الجيش تقريبا السنه اللي فاتت اعتقد. طب ما تيجي نشوف، يلا بينا تعال نشوف يا جماعه السبرنت ده كان في ماتش ايه. البنك الاهلي، صح كده، البنك الاهلي صح. انا كنت في الاستاد على فكره الماتش ده. بص الجزيري فين. ايوه بص الجزيري. أيوة. بص الجزيري جه منين. بص الجزيري دي النقطه الايجابيه اللي دايما بقول عليها. بص الجزيري فين، كان جاي من منطقه الجزاء، وبص بص سحب فين. لا وبعدين وقف، خد بالك وقف عشان ما يبقاش متسلل، وعمل دري عشان التسلل. شكرا. انا عشان كنت بلعب سترايكر فاخدت بالي. هو شكراً رايح لتيم الاخراج، هو اللي فكرني صراحه. شكرا يا استاذ محمود. انما اشوف انا هجيب له. تعال روح للسوشيال ميديا، وانا سالت الجماهير النهارده على الاداء، شافوا اداء نادي الزمالك ازاي. تعال نشوف جماهيرنا على السوشيال ميديا قالت ايه. بداية عند مريم، مساء الورد عليك، دايما منور القناة، اشكرك يا مريم. الزمالك قدم اداء روعة، نستحق الانتصار عن جدارة واستحقاق، شابوه لكل اللعيبة، كانوا رجالة وفرحوا جمهورهم. الزمالك قدم عظمة امبارح، اتمنى نفوز على بلوزيتات في مباراة قادمة باذن الله، هنصعد من دور المجموعات. كل الدعم والتوفيق لفارس الابيض، تحياتي ليك. شكرا ليك يا استاذة مريم. خلود، مساء الخير عليك يا قضا، اداء ولا اروع وفوق العظمه لنادي الزمالك، وخطوه خطوه هيرجع الزمالك وحش افريقيا تاني، عامل مباراه فوق العظمه واسعدوا الجماهير وكل اللعيبه كانت مركزه انهم يفرحونا. وكمان لما زيزو لعب بيمين رجع زيزو المخيف تاني، وكل الدعم ليهم والتركيز في القدم. شكرا يا استاذ خلود. احمد، مساء الخير عليك يا قضا، مساء الفل يا ابو حميد، دايما منور القناه. الاداء كان ولا اروع، بنتمنى نفس الاداء في مباراه بلوزداد في الجزائر، ودايما متألق النجم والفنان أحمد سيد زيزو، بإذن الله الزمالك يتخطى إلى دور الثمانية. شكرا ليك يا صديقي، شكرا ليك يا أستاذ أحمد، نورتني وشرفتني يا صديقي. أنا دايما سعيد بوجودي معاك ومع جميع نادي الزمالك، ودايما نبقى مع بعض واحنا منتصرين باذن الله. وان شاء الله ان شاء الله الزمالك قادر على الفوز على بلوزداد، شباب بلوزداد باذن الله المباراه الجايه، ونبقى موجودين ان شاء الله على الادوار الختاميه ان شاء الله لنادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا، ويبقى خير التعويض الموسم ده دوري ابطال افريقيا. شكرا ليك، وشكرا لكل فريق العمل، وشكرا للمشاهدين، ودايما مساءكم ابيض بخط الحمر.